يترقب طبعا عشاق الساحرة المستديرة مواجهة نارية من ذهب عندما يستضيف منتخب فرنسا صاحب الأرض والعيد والفرح والجمهور الماتادور الإسباني في تمام 7 مساء اليوم على ملعب بارك دي برينس حديقة الأمراء في نهائي بطولة دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. الديوك الفرنسية بتطمح ما فيش شك لحصد الميدالية الذهبية على مستوى كرة القدم في الأولمبياد بعد نسخة 84 بعد الفوز على البرازيل بثنائية نظيفة، وتحلم فرنسا بالفوز بهذه الميدالية الذهبية الثانية بعد 40 سنة من أول ميدالية لها، كما يطمح منتخب إسبانيا على النحو الثاني بالميدالية الذهبية الثانية بعدما توج في نسخة 92 وتأهل منتخب فرنسا لنهائي أولمبياد باريس 2024 بعد تغلبه بصعوبة في منتخب مصر. وهقف هنا عند 3-1 اللي كل الناس فاكراها. منتخب مصر قدم عرض طيب وفي كلام عنه على مستوى البطولة إلى أن وصل إلى منتخب فرنسا. أنا بلوم دايركت ميكالي في 6 دقائق. طبعا لما بتلاعب منتخب فرنسا، منتخب فرنسا ممكن واحد يقول لك ما عندوش الفنيات الكبيره زي الارجنتين والكرة الجماعيه اللي بيلعبها المنتخب الاسباني، فانت قدرت انك انت توصل معاه لحد الدقيقه المتاخره 82 83. اقفل الشباك والابواب وسكرهم وحط الناس تحت الكوره، كل العالم بيعمل كده. يعني فرنسا خارج كاس العالم، بلجيكا رايح جاي واخدها في نصف النهائي ما عندهاش مشكله، كسبت بهدف وطلعت لحد قدام، ما بيفرقش معاها الكره الجماعيه والكره الجديده والكره المختلفه، دايما الناس بتفكر في النتائج. فانت خلاص قدرت توصل مع منتخب فرنسا لشوط طويل قوي، فخلاص وقف الدنيا وخلي الناس تحت الكوره واعمل تغييرتين واخر، وهقول لك مش تضيع وقت، ولكن يعني بذكاء المدرب وذكاء اللاعب ان هو يستغل الدقائق الاخيره ان انت تخرج الفرنسيين من الكوره زي ما هم احرزوا اهداف فينا وبداوا يخرجوك من الكوره، باص كتير يحطوك عند الاماكن اللي فيها الزوايا عشان تبقى لا اما تاخد تماس لما ياخد منك فاول. فالامور دي موجوده في الكوره من قديم الازل، انا ما بقولش حاجه جديده يعني، لكن هو ده نصيبنا وده حظنا. منتخب فرنسا منتخب كبير، قدرت توصل معاه لاوقات كتيره جدا، رحت معاه في اكتر من كام فرصه، كل اللعيبه كانت فايقه في المباراه وتركيزنا كان عالي، كنا متماسكين كتير جدا. لكن في الاخير في سوء حظ، في طبعا خساره لاحد اللاعبين زي عمر فايد وبالطرد، لكن طبعا عمر برده كان محتاج وما زال محتاج الخبره ومحتاج كمان الاحتكاك ومحتاج التعامل مع المباريات الكبيره، ثقافه حتى اللعب في الخارج. انت لسه محترف حديثا في تركيا، لكن في الاخر التعامل مع هذه الامور بتمثل منتخب مصر، ضبط النفسي لازم يكون عالي، ودور النني ودور زيزو وانا كلمتهم على المستوى الشخصي وتواصلت معاهم، يعني انتوا لكم دور كبير ما فيش شك، لكن في الاخير في التوقيت ده لازم عندك يعني حتتين. خلاص احنا ما عادش على 6 7 دقايق، ولو الحكم ادى 9 قول لسه 4 ربع ساعة تقدر تقفل الامور. لكن في الاخير الامور اتحسمت، خسرنا المباراة، خسرنا وكانت فرحة كبيرة جدا لتري اونري، طبعا واحد من نجوم كرة القدم، نجوم الشباك في الحتة اللي قدام ما بيهزرش، واحد من الناس اللي عملوا كرة حلوة وخلقوا السعادة على وجوه كل اللي بيتفرجوا عليه، فواحد برضو من الناس اللي انبسطوا كتير واحترموا منتخب بلدنا واتكلم عنه كويس، لان المنتخب فعلا كان كويس. الاجهاد والتعب وطبعا الاصابات اثرت على منتخبنا في ظروف كتيرة جدا، لكن دي الحقيقة اللي لازم الناس كلها تاخد بالها منها، ان المدرب عمل اللي عليه والأخطاء موجودة وواردة في كرة القدم.